السلام عليكم ورحمة الله. قبل كم يوم نزل تحديث إلى برنامج اللوجيك برو اكس، رقم التحديث هو 10.2.1. بعض الشباب لاقوا صعوبة بالنسبة إلى البلاي باك، يعني كانت عندهم السيشن شوي ثقيل. فسبب هالمشكلة هو خاصية جديدة طرحتها أبل، فلحل هالمشكلة ممكن نروح إلى لوجيك برو اكس، تالي بعدها البريفرنسز، بعدها الى الاوديو، والخاصية هي موجودة تحت المالتي ثريدينج. باي ديفولت يعني راح يكون الخيار على هذا الثاني بلاي باك اند لايف تراكس، فاحنا نفترض نخليها على التراك. طبعا السيشن اللي عندي شوي ثقيل، يعني في فلاتر كثير. طبعا اغلب هالفلاتر او يعني كثير من هالفلاتر هي فلاتر شركة اليو اي دي، بس خلينا اشوف قبل وبعد الخيارين، يعني خلينا اروح الى الخيارين واختار كل واحد واقارن البرفورمانس. خلينا نشوف السي بي يو، افترض يكون هذا هو. طبعا هذا الان فقط بلاي باك، الان خلونا نشوف مع الخيار الثاني، الخيار اللي فيه اللايف تراك. هلا نشغل، طبعا راح يزيد الضغط. فعموما لحل هذه المشكلة مرة ثانية نروح إلى اللوجيك برو اكس، بريفرنسز، اوديو، مالتي ثريدينج، وبالتالي نختار بلاي باك تراكس.